اللي صار للفنان محمد الجبالي سلط كثير من الضوء وخلى الحكاية ذي ترجع للسطح مرة أخرى. حكاية المرأة في تونس وحقوق المرأة في تونس والطلاق في تونس وما لي وما علي في الطلاق وما لي وما لك في الطلاق قدام المشرع وقدام القانون. يا دولة يا دولة، ماكش حاسة بالخطر؟ ماكش قاعدة تشوفي فيها الآلاف وعشرات الآلاف من قضايا الطلاق، وفيها الأسر اللي قاعدة تتفكك، وفيها الصغار اللي قاعدة تضيع جرة القوانين اللي عملتوها أنتوما باش في فترة من الفترات نربحوا المرأة لصفنا وتنتخبنا ودرش تعملنا، فهمتني؟ ما يا أخي أكل مجلة نتاع الأحوال الشخصية نتاع المرأة ومدرشني يا أخي، قرآن منزل هي ما نجموا نبدلوا فيها شيء، ما نجموا مش ننقحوا فيها شويه في شويه قوانين والنقص شويه ونكبحوا جماح هالمراه شويه هذيا اللي طغات في البلاد هذيا بالقانون وتمشي تحك راسها تمشي على جال قلص. فنان 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 في قيمه محمد الجبالي اللي عليه اجماع من اغلب التوانس، عاقل متخلق متربي طول عمره راسه في الارض، لا عمل مهارك جانبيه مع غيره، لا كلاش فلان لا فلان كلاش، يخدم في يغني، عمل تجربه تمثيليه مزيانه برشا محلاها، مشهور في البلاد الكل. هذيك باعترافاته هو وبحديثه وبتصريحاته احفاد ساقاها ساقاها احفاد باش وصل تخذاته تجري في جرته من مسرح من المسرح ومن حفله لحفله باش في الاخر وصل تخذاته، وفي الاخر شوف كيفاش مرمداته وكيفاش فرجت فيه بلاد كامله، شوف كيفاش مرمداته وفرجت فيه بلادك. هذا شنو؟ على خاطر تعرف انه ثم قانون اعطيها حق كبير وفي نفس الوقت ظلم الراجل، الراجل مظلوم في البلاد هذه. وهذا كمثال، ثم ناس تلوم تقول شبيك متبارتاجي، ولا تصير يوميا وبالمئات الحكايه هذه، لكن لم يسلط عليها الضوء لانها تصير عند ناس عاديين وزواوله وما يخزر لهم حد، اما وقت اللي صارت عند فنان كهكا معروف في البلاد عملت شويه بوليميك. خلينا نرجعوا نحكيوا في الحكايه في الموضوع هذا نتاع هالقوانين اللي تعطات للمرأة واللي خلتها تطغى في تونس، وخلتنا نستنتجوا ونوصلوا اليقين راسخ انه اخطر حاجة في البلاد هذيا، اخطر حاجة في البلاد هذيا بعد مرض السرطان بعد الكونسير، اخطر حاجة على الرجل بعد السرطان في البلاد هذيا هي انك تعرس. راك اذا كان عرست راك تيريسك انك تخسر كل شيء وتقضي على روحك وتدخل للحبس. وتدخل للحبس. برشا ناس كانوا الحبس حتى ما يعرفوش اصلا وين جاي، دخلوا له جرت انه حب فكر في يوم من الايام انه يحرس وانه ياخذ مراه ويجيب صغيرات كي 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 غيره. فك عليك فك عليك، ربي ماهوش مش يدخلك للنار على خاطرك ما حرستش يا صاحبي، ماهوش مش يدخلك للنار على خاطرك، فك عليك، لا ترسيلك في الحبس ولا ترسيلك مطارد ولا ترسيلك في اضعف الحالات تقسم في شهريتك معاها، شهريتك اللي عينيك تنقبت باش تجيبها. فهمتني؟ بولا عليها خليها تحت الحيط، خليها تلوي في عنكوشها للكرعب في الكياسات. فهمتني؟ يا صاحبي بل في كيما عندي واحد صاحبي اسمه نبيل جيمي، تحية لنبيل جيمي، قال لي مرة كلمة ولا ديما قعدت في وذني، نحكي له أنا عنده خلافات مع مرته ودرا شنو، نحكي له عندها جي 6 سنين التالي. قال لي اسمعني فك عليك، بل فينا فرنك تحت الحيط وأنت مرتاح. والله كلامه صحيح، بل فينا فرنك تحت الحيط وانت مرتاح، ولا تجيبها كي هكا تخرجها وتعملها العز وتعزها وتكبر بها وكل شيء وفي الاخر تمرمدك، راه مهم لوات ونهار القيامه حاشا ما يستاهلش بالطبيعه باش ما تجينيش ونهار القيامه تو تشوفوا واش يستنى فيكم قدام ربي. سالتوا شروايحكم بربي، بربي سالتوا شروايحكم، علاش ربي عمل للراجل 70 من الحور العين في الجنه لمن سيدخل الجنة طبعا، والمرأة ما عندهاش حور عين، ما عندهاش المرأة، علاش الراجل ربي يعمل له 70 من الحور العين؟ نظرا للظلم اللي قاعد يتعرض له في الدنيا هذا أولا، وثانيا لأن بلايص النساء في الجنة فارغة، علاش؟ على خاطر أغلبهم في النار. اطلعت على النار ليلة أسري بي فوجدت معظم أهلها النساء يكفرن. قالوا وما يكفرن يا رسول الله؟ قال يكفرن العشير. قالوا وما يكفرنا العشير؟ قال تحسن لها الدهر كله، فإن رأت منك شيئا قالت ما رأيت منك خيرا قط. ريتو
قال لك تصرف عليها وتحسن لها الظهر الكل، اذا كان رات منك فازه تقول لك عمري ما ريت معاك هنا ولا عمري ما، وكلهم يحكيوا هكا كأنه حاضر معنا صلى الله عليه وسلم، اغلبهم في النار هذوما. هذاك علاش ربي عامل للراجل 70 من الحور العين في الجنه، والجماعه مش يضحكوا على حكايه الحور العين نظرا لك التشويه اللي صار للقصه هذه، فك من عندك الارهابيين الهملاوات ومن عندك الاعلام، فهمت؟ الحور العين راهي حقيقه ذكرها القرآن، وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون، ربي قال جزاء بما كانوا يعملون، وعندهن قاصرات الطرف أطراب لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان، فبأي آلاء ربكما تكذبان. هذوما لك الجماعة المرضى، فهمتني؟ أي تفسير بسيط ونتعدى. لذلك رد بالك تعرس في البلاد هذه ب2000 فرنك تحت الحيط وانت مرتاح صاحبي، ولا وفي أغلب الأحيان ما تدفعهمش ل2000 بليش، فهمتني؟ بالمشطة اذا كان حبيت تلبي حاجاتك معناها الغرائزيه، فهمتني؟ بخلاف هذا والله لا تحتاجها، راك وجيعة راس مش تعملها زايده، واسال اللي جربوا ما تسالش الطب، فهمتني؟ تجيبها واحده معفنه، فهمتني؟ تعمل لها قيمه وقدر، فهمتني؟ تولي لك لفعة بسبع عروس، الا من رحم ربي. بالطبيعه الاعاده هذه لك الجماعه مش يقولوا لي ما همش الكل، وتو عاد تحك راسها تمشي عاد المحامين عاد تبارك الله يخدموا في خدمه قويه، تمشي له خاصه عاد تبدا سمحه شويه، عاد تبدا سمحه هكا شويه وبدنها مليان وبال فام، تمشي له راني نحب وراو ما يصرفوش وكلهم ما يصرفوش الرجال عند وراو درشنايا، يقولها اسمعني راني مانيش لاهي، راهي تنوريك كيفاش تعمل، تنوريك كيفاش تعمل وتهنى مطلقته مطلقته. توارني ماشي للمحكمة وراي السكرتيرة مش لهي كل شيء، أرجع لي العشية عقاب العشية، يجيني البيرو تو نقول لك شتعمل، ترجع له عقاب العشية تلقاه وحده في البيرو وتقول له شمش تعمل، يعطيها بالضبط شمش تعمل وتخليه هو يعمل هكا. ولا برشا منكم رعشوا خاطر عاملوها عاملوها واضح ولا. لذلك نرجع ونقول رد بالك تعرس، رد بالك تحب تعرس برا مشي شوف من الجزائر، برا شوف من المروك طفله هكاك من القبائل من الجزائر، عندهم بلاد مزيانين برشا ورجالهم قراح، حتى بنتهم تعوج هكا ولا هكا ينحوا لها جد والدها، مش كيما لهنا ضربوك محلول وكلبها ينبح، حيجة تو اني ننقبلوا عيني عزوزه سنها صفر سنها طايحين، فهمتني؟ ودار بنتي تقول لك ها دار بنتي صرف عليها زوز قروضات وبايع كرهبتك وتطلع شنو باش تبنيها، فهمتني؟ ومن بعد هي تجيب لك 10 مخادد وزوز فاليزات تشطرهم قلاصن وسوتيانات، ومن بعد تقول لك داري، فهمتني؟ وتشاركك فيها وتشاركك في لذلك فك عليك يا صاحبي، انبياء لم يتزوجوا، علماء لم يتزوجوا، فقهاء لم يتزوجوا، اولياء لم يتزوجوا، انت خير من ابي العلاء المعري اللي ما حرسش، انت افقه منه ولا اكثر علم منه، فهمتني؟ انت خير من ما عرفش شكون مئات الالاف من العلماء والفقهاء والانبياء ايضا لم يتزوج، ماكش مش جيب لنا خالد بن الوليد ولا محمد الفاتح. لذلك فك عليك وليد عمي وحانوت مسكره ولا كاريه مشومه، خليهم يخمروا عند بياتهم ونهار اللي يفدوا يهبطونا للشارع نفرحوا بهم. بقهوه ورحمه بابا بقهوه وبدورها في الكرهبه تعمل لك اش تحب. الله معاكم.